انا هقول لكم على حديث والله لو كفى بالنبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث من رحمته بينا في الاخره موقف تقشعر منه الابدان. حديث انس بن مالك قال حدثنا النبي صلى الله عليه وسلم اذا كان يوم القيامه، عشان بس نعرف قبل ما اقول لكم ايه اللي يوم القيامه، احنا يوم القيامه في صحف، السماء بتتفتح كده ابواب وتنزل الصحف، مش بمزاجك تاخده بيمينك، مش بمزاجك، اللي بياخده بشماله واللي بياخده من وراء ظهره وبياخده من حسب العمل، وفي صراط وفي ميزان يجي فيه الحسنات والسيئات، وفي صراط وناس بتقع والنار عماله تاخد في، وفي اصلا النار في ارض المحشر ألسنة النار نار لهب اسود عماله تخطف ناس لسه بدون حساب، دول من حق عليه العذاب، والشمس فوق الرؤوس والناس القدم يعلوها ألف قدم والناس عرقانه والناس من يلجمه العرق الجامن، وموقف رهيب، وتنزل ملائكة السماء الأولى الناس تقول أفيكم ربنا من هول لحد ما نزلت ملائكة العرش ثمانية ساعة ما شافوهم الفرق بين حاجبيهم كالفرق بين المشرق والمغرب، ساعة ما شافوهم الناس خلاص هول أفيكم ربنا، فيكم أمر ربنا بالحساب 40 سنة قاعدين ينتظروا، واليوم عند ربك بألف سنة بخمسين، نسأل الله العفو والعافية، وفي ناس اللي بيعد عليهم كده كأنها ما بين صلاتين الظهر والعصر، رب اجعلنا من مقيم الصلاة احنا وأولادنا اللهم أمين. موقف صعب، بقول ماشى الناس بعضهم في بعض، فيأتون آدم فيقول اشفع لنا إلى ربك، فيقول لست لها لكن عليكم بإبراهيم فإنه خليل الرحمن، فيأتون سيدنا إبراهيم فيقول لست، فيقول لست لها ولكن عليكم بموسى فإنه كليم الله، فيأتون سيدنا موسى فيقول لست لها ولكن عليكم بعيسى فإنه روح الله وكلمته، فيأتون سيدنا عيسى فيقول لست لها ولكن عليكم بمحمد صلى الله عليه وسلم. يا رب يا رب يا رب يشفع لنا النبي صلى الله عليه وسلم يا رب اللهم أمين، فيقول أنا لها أنا لها، فاستأذن على ربي فيؤذن لي يؤذن، وبعدين الله عز وجل يلهمه محامد أحمده بها، النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لا تحضرني الآن، هو بيحكي الحديث، فأحمده بتلك المحامد، يحمد الله عز وجل بمحامد هو مش فاكرها دلوقتي، وأخر له ساجدة فيقال الله عز وجل يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع لك وسل تعطى واشفع تشفع، صلوا عليه صلوا على الرسول، فأقول يا رب أمتي أمتي، فيقال انطلق فأخرج من كان في قلبي مثقال شعيرة من إيمان، فأنطلق فأفعل ثم أعود فأحمده بتلك المحامد، ثم أخر له ساجدة فيقال يا محمد ارفع رأسك له مكان له مكان له مكان كبير عند الله، ارفع رأسك وقل يسمع لك وسل تعطى واشفع تشفع، فقل يا رب أمتي أمتي، عايز كمان طلع كمان، فيقال انطلق للنار فأخرج منها من كان في قلبه مثقال ذرة في خردلة من أو خردلة من إيمان، فأنطلق فأفعل ويطلع، ثم أعود لثالث مرة بتلك المحامد وأحمده بتلك المحامد، ثم أخر له ساجدة فقال يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع لك وسل تعطى واشفع تشفع، فأقول يا رب أمتي، فقال انطلق فأخرج من كان في قلبه أدنى 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 مثقال حبة من خردل من إيمان، فأخرجه من فأخرج من في النار، فأنطلق فأفعل، ثم أعود الرابعة صلى الله. هو انت لو ملكش حال ومقام ومكان عند الله واحد بحس كذا رابع مره، لان انا حال الله يحب النبي عليه الصلاه والسلام، الله الله خالق الكون يحب النبي صلى عليه، فاحمده بتلك المحمد رابع مره، ثم اخر له ساجدا فيقال يا محمد ارفع راسك وقل يسمع لك وسل تعطى واشفع تشفع، فقل يا رب ائذن لي في من قال لا اله الا الله، فيقول وعزتي وجلالي وكبريائي وعظمتي لأخرجن منها من قال لا إله إلا الله، فلا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله، هو ده الرسول عليه الصلاة والسلام، ننصره باتباع سنته، ننصره بإحياء سنته في سلوكياتنا وفي أفعالنا وفي كلامنا وفي كل أحوالنا، ننصره بكثرة الصلاة عليه عليه الصلاة والسلام، ننصره بان انا احط منهج ثابت ليا والاولاد، هات كتاب الشمائل المحمديه للترمذي، هات اي كتاب يحكي عن النبي عليه الصلاه والسلام واحكيه لاولادك،
ونكثر من الصلاة عليه. فيا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك يا محمد عليه الصلاة والسلام. إن شاء الله الأسبوع ده في حب النبي عليه الصلاة والسلام بإذن الله تعالى. أنا عايز الحلقة دي تعيدوها وتجيبوا النقاط اللي أنا قلتها وتعيدوها تاني وتحكوها لأولادكوا تاني قبل ما ناخد اتصالات. عايزة كل من أول النهاردة والحلقة دي تبقى شاهد لينا يا رب يوم القيامة، اللهم اجعلها شاهد لنا وليكم إن شاء الله يوم القيامة. أنا حاطة منهج ثابت يومي عن النبي عليه الصلاة والسلام، علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم. تعالوا معرفكم مين النبي عليه الصلاة والسلام. ده يبقى حال قلوبنا يا جماعة، ده يبقى حال قلوبنا. أدعو الله سبحانه وتعالى يجعلنا فعلا من اللي بينصروا النبي عليه الصلاة والسلام، ينصروا الله عز وجل ودين الله ودين رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونبقى احنا في سمتنا أنا الإسلام، ابنك أنا الإسلام، أنا الإسلام في إيه؟ في سمتي، في سمت هو ده، هي دي النصرة. أدعو الله سبحانه وتعالى يا رب يا رب يكرمنا بيه، اللهم أمين.